يفكر البدري من يقرر وينفذ، فلمن ستكون الأولوية؟ للسويسري الأجنبي جيجر ألن اللي قلت مكسب للشبيبة، أم لابن الفريق الأحمر حسام البدري؟ فتحي، أحمد فتحي يدخل بالكرة، فتحي يعطي كرة تعود للدفاع، تمشي بالانطلاق لمحاولة ثابتة الدفاع للشبيبة عن طريق إدريسا كوليبالي، يلعب الكرة لاثنين النايلي، النايلي كوليبالي، والجمعة يقطع الكرة الأولى، الآن لعب عشوائي لكن حذاري من المرتدة، يضغط اللاعب رقم 15 اللاعب عودية محمد أمين، يربح تمس. مباراة ستكون أكثر حماسة في الشوط الثاني. لحد الآن المباراة صراحة برافو لجمهور النادي الأهلي، تنظيم محكم جدا، وهذا ما أشاد به رئيس الشبيبة الحناشي. وشوط أول حكاية ممتازة جدا، خسارة مع الأسف كان في الكرة العربية، نحكيه على حسن الاستقبال وحسن التنظيم والأجواء ممتازة وفير بلاي، لأنه يعني في أوروبا عمرك ما تسمع معلق في فرنسا وفي إيطاليا أحكي على هذه الأجواء في دوريات أوروبا أو في المنتخبات الوطنية. في الدوري المحلي عندهم أشرس من هذا، البي جي ومارسيليا مباراة قتل تموت فيها ناس. إذا نحمد ربي على كل حال ونرجع للمباراة لبوتريكا. بوتريكا خطيرة، التسديدة ستأتي، خطيرة خطيرة، لا لم تكن بالخطورة بمكان. هذا الشاب الواعد شهاب الدين أحمد حاول يفرح الأهلوية بذكريات هدفه في الحارس عبود، حارس النادي الليبي الاتحاد اللي مبارك له الفوز اليوم في باماكو على جوليبا المالي 1-0، ارجع للسباق والكورس فريق الاتحاد. لا شك لحظة أن البطولتين ستعود للعرب هذا الموسم، هناك من يتمناها طبعا حق مصرية لحارس الحدود الأهلي والإسماعيلي، الجزائريين يحبوها للشبيبة أو ستيف كاتوانسا، نحبوا الترجي وصفاقس والكرة في الميدان، السودان أيضا نادي الهلال وفريق المغرب الفتح الرباطي. مش نكمل كل الأسماء العربية، نرجع لاسم جزائري اسمه عودية، عودية ما يعودش أمام مرمى إكرامي. لحد الآن بعد التعادل المباراة تهدأ، الشبيبة تدافع على التعادل الإيجابي، الأهلي ماسك بوسيشن الكرة لكن بدون خطورة واضحة أمام مرمى الشبيبة اللي دافع مليح، تمشي خطيرة، يلعب كرة 1-2 ويلا، وإدريس كوليبالي، إدريسا إدريسا كوليبالي من أحسن المدافعين اللي دخلوا المنطقة العربية، ذكروا اللعب الزامبي إليت جاتانا، لعب ايضا اللاعب ادم سيسي لعب في الافريق التونسي مش الهلال، بينما تسديده كره برا. نحكي عن اللاعبين الافارقه السمر، لاعبي الشمال الافريقي نجح كل من فوديل مغاريا والرزقي عمروش في الدوري التونسي مع الافريقي، تمشي كره طويله، كره للحارس مالك، 42 دقيقه في الشوط الاول، ترجع من بالكلام في النصف، كرة للشبيبة عن طريق نسيم وصالح، اليساري يحوز صالح، يلعب كرة بعيدة لعودية وترجع الكرة الثانية وسط ميدان الأهلي، يخسر ريال في هذه اللقطة خطيرة جدا لو يتعدى، ماذا سيفعل؟ يمر من واحد، تمشي معاه الثانية، وكرة خطيرة جدا وخطأ، خطأ وتمويه باش يخرج الورقة الصفر. ماذا سيقرر ويليكتون على اللاعب رقم 7 شريف علي سيدي يحيى؟ يقول لك ممتاز يا ويليكتون، ليس انذارات هكذا من هنا ومن هناك، لأن الشبيبة من حقها أن تفكر في القادم المواعيد، والنادي الأهلي ما يساعدوش يخسر بركات، والجمعة هي تخدم أندية أخرى ممكن في الأدوار المتقدمة. ما قلت لكم كل واحد وحساباته، كل واحد وأمانيه، كل واحد وأغانيه، كل واحد وقراراته وحساباته. حمرا 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 الورقة الحمراء، منعرج مباراة، منعرج مباراة، عنده بطاقة صفراء سيدي علي يحيى الشريف، اعتبرها ويليكتون الزامبي تمويه واعطاه كارت احمر. طبعا اهات الاهلاويين كانه هدف، لانه مهم جدا انك تلعب بتفوق عددي 11
11 ضد 10 شوط كامل. شوفوا معايا، تكلموا معايا، قولوا الحق معايا. لقطة حقيقة، ويلينغتون هو السيد وهو فارس والأخير. حقيقة هي مباريات الأهلي والشبيبة تمشي 5-5 للمحلل وللمقدم وللمعلق، وتجيك كورة يا ستار يا جبار. الذهاب في الشوط الأول، وهنا في الشوط الثاني من مباراة القاهرة هذه الكورة وهذا القرار. ويلينغتون تعرف تستناه في قراري طبعا. نرجع المباراة، نرجع للقاء. عاشور، عاشور يمشي بالكرة الفتحي، والجمعة للستة. شهاب، شهاب الدين أحمد، شهاب الدين يمشي بالكرة. كيف سيتعامل الآن المدرب آلين جيجر؟ اللاعب اللي خرج له القدام، يعني لو كان لاعب خرج له في الدفاع لخرج لاعب مهاجم ودخل مدافع، لكن لاعب خرج له قدام. الان مش يعمل وحيدا فريدا عودية. القوة الضاربة الهجومية للشبيبة هل تنقص او لا؟ لانه شوف ليس بالمقياس وليس بالامضاء على شيك ابيض انه الفريق اللي يلعب ناقص عدديا سيخسر رهان او النزال او المباراة، لكن هي أسبقية على الأقل معنوية، على الأقل بدنيا، لأن الشبيبة لعب ماتش أقل مفروضا وبدنيا أقل من استعداد واستعدادات الأهلي الحالية، لأنه لعب أكثر ماتشات، وخاصة أنه كل لاعب يزيد من عنده لتعويض زميلهم المقصى وهو السيدي علي الشريف يحيى. كم زاد ويلينغتون اثنين. شوط أول في منعرج أول هدف جدو، المنعرج الثاني عودة تجار، المنعرج الثالث اقصاص سيدي علي شريف يحيى. لكن كلمة تقال، سلوك مثالي ايضا من الشباب. برافو الفريقين لحد الان، ان شاء الله تكمل مباراة كما نشتهي. ترجع الكرة في وسط الميدان. اي هدوء للشباب حقيقة، هذا الفريق بقطع النظر اين سيصل في هذا الموسم الافريقي، لكن مبروك للكناري وللجزائر عودة فريقهم وكبيرهم. عادوا خلاص، جدو يعود من جديد، جدو حاول يمر، يعدي كرة خطيرة جدا، كانت ممكن إمكانية منعرج رابع في آخر اللحظات. دقيقة وما زالت الثانية، يتعدى سيسدد الحارس سالم الملك. كرة كانت من اللاعب الشريف أو شهاب الدين أحمد، شهاب الدين أحمد يذكرني بالأمراء السلاجقة والأيوبيين، يعني عز الدين ايبك والشله وقطز وباقي الاسماء. الرفاق يتساءلون، يتهامسون، حائرون ام سعيدون؟ هنا الحيره، من هناك الرضا، لكن من سيقنع ويقتنع في الاخير؟ ومن سيقتلع النقاط الثلاث؟ حدثهم عن ماتش القاهره، كلمهم عن ماتش الجزائر ومصر من جديد. تنافس، فير بلاي، لقاء الاهداف، لقاء الاثاره، لقاء سابق ولاحق وفيها تلاحق. من سيحصد النقاط الغالية؟ من سيذهب للسيمي فاينل؟ الشبيبة ب90% في السيمي فاينل، حتى لو يخسر اليوم النادي الأهلي عنده حظوظ كبيرة في ظل نتيجة أويري، لأنه في رأيي الخطر على الأهلي هو الإسماعيلي وليس هيرتلاند النيجيري، مع احترامي لجماعة نيجيريا. محمد فضل، الأهلي عنده استقبال لهارتلاند في يوم العيد ثم ينتقل للاسماعيلي، يعني من ماتش القبيل الاخير الاهلي خلاص لن يركب الطائره ويسافر خارج القاهره، سيكون في مصر، سيلعب مرتين في القاهره ثم يمشي الاسماعيليه 150 كيلومتر تقريبا على حدود القناه. بالنسبه للشبيبه اليوم تنقل اول صعب، ثم التنقل الثاني للهارتلاند في اخر جوله. في الوسط هناك استقبال في تزي وزو للنادي الاسماعيلي. الشوط الاول سينتهي 1-1 هكذا على الاقل الصوره، لكن في انتظار اخر صوره. يمشي عاشور، يدخل بالكره شهاب الدين، شهاب الدين احمد للسيد معوض، يبعد الفضل، يدخل فضل، يرجع لشهاب، شهاب يطلب الكره من يجدها، وائل جمعه. نعم وائل، وائل ولن تلعب اخر كره لأن جاءت الصافرة
جاء القرار، انتهى الشوط الأول وسط حضور جماهيري قياسي، يذكرنا بالمواعيد الكبرى، يذكرنا بأمم أفريقيا ممكن 2006 أو ماتشات